تعالوا نشوف شلون نسوي أفضل تغذية للأفراخ سيريلاك الحشرات البلجيكي، وشنو مميزاته، وشنو الطريقة الأفضل حتى تصنعها إلهن بعجينة متوسطة لا خفيفة ولا ثقيلة وسهلة البلع. تحياتنا. يلا السلام عليكم شباب، تحياتنا لكم. هذا يوم جديد وفيديو جديد من قناتكم الأولى الخاصة بالبلابل. ما مشترك شترك لايك للفيديو يوصل لك أي شيء جديد. فيديو اليوم يخص السريلاك الخاص بينا، سريلاك الحشرات البلجيكي. هذا السريلاك يعني ايش قد ما انطي معلومات عليه وايش قد ما يعني اشرح لكم على السوالف اللي بيه ما راح اكفي ووفي له بصراحة. يعني مو لانه المنتج انا اشتغل بيه، بس يعني اللي اشتغلوا بيه واللي اخذوه من عندنا يا ريت هم يكتبون تجاربهم عليه. يعني السريلاك هذا فالشي فوق الخيال، احنا اشتغلنا بيه بال 2019 اول شغلنا كان بيه، وبال 2020 جبناه، واليوم وهالموسم ال 21 شوي تاخر عندنا، يعني بشهر السادس هسه يلا نزل عندنا لان تاخرت الطلبيه مالتي. هذا السريلاك خاص طبعا بس يمي، هذا السريلاك خاص فقط حشرات. انا اشتغلت نوعيتين الفواكه والحشرات، لكن هذا الحشرات فالشي فوق الخيال. يعني اللي اخذوه واللي جربوه لاحظوا على الطيور ضخامه مو طبيعيه، ريش جماليه كلش حلو، والطيور بها بلوغ مبكر يصير. يعني الاناث اللي اكلت من عنده تقريبا بعمر 6 اشهر او 7 اشهر بدات تبيض، الفحوله اللي اخذن من عنده بعمر تقريبا 8 اشهر بدا الطير يزاوف ويقدر يخصب وغيره وغيره. عموما هاي الشغلات بسيطه على هذا السريلاك، قلت لكم خاص عندنا فقط سريلاك الحشرات البلجيكي. طبعا هو بالكالسيوم اللي بي يعني تقريبا 21.5 كالسيوم خالص بي، يعني هنا الافراخ نهائيا تنضرب شلل. احد الاصدقاء طبعا هم استعملها كان عنده افراخ بها شلل، فبصراحه انا قلت له ما اعرف انه ما مجرب، فقال لي طيني خلينا نجرب احسن يعني ما يروح من عنده. وبصراحه وكلهن الافراخ استعدلت امورها، يعني هن مضروبات شلل وموكلهن من هذا الامور استعدلت مالتها بسبب نسبه الكالسيوم العاليه اللي بي، وبي بروتين تقريبا اكثر من 40% بروتين نقي اللي هي الحشرات. عموما هواي من الشباب اخذوه من عندنا فيسالون على طريقه التحضير المثاليه له. انا دائما اقول لكم سووا عجينه لا هي ثخينه ولا هي خفيفه، وسط حتى الفرخ يكون سهل عليه يبلعها، وبنفس الوقت ما يشمرها من حلقه، لان الافراخ يصير لوتيات يعني شويه يتذمر من الاكل يملن فيقوم يشمر بحلقه. المهم فجبت لكم فشي نقيس عليه حتى يكون هذا المقياس موجود عند الكل. طبعا هذا استكان مال الشاي، هذا الكل كل بيت بي استكان مال شاي. راح نجيب نص استكان سريلاك ابقوا يعني. هذا نص استكان سريلاك، نص استكان بالضبط. هذا السريلاك مثل ما جاي تشوفون الكمية، جبنا نص السريلاك بهذا الاستكان. جيب الطاسة، خلينا الطاسة فرغة بهذا. هسه نجيب مي، هسه جبنا المي، المي ايش قد؟ هم نص استكان. ايش قد خليت سريلاك؟ تخلي بقده مي، ليش؟ لان الكثافه مالته كلش عاليه، فهذا نص استكان مي. تجيب السريلاك تخلي عليه المي، طبعا هو راسا راح يذوب لان هو شلون اقول لك ناعم كلش. ف تجي انت شويه تعجنه، تبقى انت هم تبدا تريد تتحكم بالعجينه، بس انا بالنسبه لي هاي العجينه جربتها كلش حلوه، يعني لا هي ناشفه ولا هي لينه. اذا صارت لينه كلش راح يتوسخ الريش مال الطير، بطنه راح تصير خفيفه يعني سهال زين، ما راح يستفاد من عنده هوايه. واذا صارت ثخينه كلش راح توقف بزردومه ويظل يشمر بيها، يعني شلون اقول لك؟ قلت لكم الفرخ يصير لوتي كلش يعني يمل من الاكل، فمن توقف من تصير يابسه ما تنبلع زين يشمرها هو من حلقه. شوفها هسه العجينه مثاليه، شوف شلون راسا ماعت، باوع تباوع عليها من تسوي لها هيجي بها لمعه، يعني شنو؟ يعني بها مي. هسه راح نعبيها بالسرنجه ونزقهن قدامكم مثل ما جاي تشوفون، يعني هسه صارت عرفت الكميه؟ كسرت الخاشوق كلاوات قد فشله، ما راح نقطع الفيديو. عموما هاي الكمية تكفي لفرخين من الصبح لليل، هاي الكمية اللي هي نص الاستكان، نص استكان. ابقوا يانا يعني خلينا نزقن وياكم. هذا اول واحد، هذا طبعا هذا اكبر واحد
بهاي الوجبة الأخيرة يعني مواليدة 1/6 طبعا الجيل تقريبا بدأ يكمل مالته. عموما هذا شوي خايفات انه من المكان غريب عليه انه هذا الكاميرا قريبة زين، فنعلمكم بس شلون ينزق. طبعا اهم شغلة بالزق تعلم على السرنجة، لا تزقه بايدك يعني خلي يكون الموضوع عندك احترافية به. هذا من الزق بايدك الطير يتوسخ ما ياخذ هواية من عندك اكل زين، راح ينمرد عندك وبنفس الوقت الاكل راح تلفه. من تخلي بالسرنجه انت راح تحفظ الاكل، الاكل بالمناسبه مرات يتحول لونه يصير اخضر، فالموضوع جدا طبيعي لان هو حشرات والحشرات تغذيتها على الورق لان هو من الجراد اصلا. المهم شوف هسه هنا بس يشوفون السرنجه شلون يعرفها. ها انتبه، طبعا انا شويه لين باوع على هذه باوع، انتبه على الزبانه قد يعبر الاكل. شفت ايش قد يعبر؟ خلينا نجيب الاخ، هذا ابو الحلقه الذهبيه، هذا الثاني. يعني لبستهن حلقات هالمرة الوجبة من وقت حتى أميزهن، فهذا الثاني بالعمر. انتبه شلون يفتح حلقة بس يشوف السرنجة، انتبه باع الزبانة شلون ده يمشي بها الأكل. تشوفون ايش قد ياخذ باوع البلعوم مالته. خلينا نجيب الأخ الثالث، هذا الحلقة الحمراء، هذا الثالث الأخ الثالث باوع. انتبه تشوفون بس يشوف السرنجة يعني ما يعول يفتح حلقة. هذا شوية ما انتبه تاني عليه. عموما شوفه هو يبلعه، انتبه وعشون اخذه. شوفوا شلون بلعه. خلينا نجيب الرابع، هذا الحلقة الزرقاء، هذا الحلقة الزرقاء اللي هو اخوهم الرابع الاصغر واحد بيهم. طبعا هذا اكثر واحد بيهن ياكل. انتبه 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 جد السرنجة قاعدة تمشي اكل. تشوفون طبعا من تلزمه بيدك وتوكله يكون افضل، راح تسيطر عليه ما يظل يتحرك منه ومنه، يعني راح يكون الاكل مباشر له. شوف قبل ما نختم الفيديو، طبعا اكو سؤال هواي يتكرر كلش قد نوكل الافراخ علاوي. يعني باوع خل اقول لك شغله، انت اذا من النوع العجوزي وما عندك مجال توكل الافراخ لتجيبهن نهائيا، يعني انت لا تاذيهن وياك وتورطهن خطيه زين وتاليها تتعاجز توكلهن. هاي الافراخ كل ما تعطيهن اكل اكثر كل ما راح يكبر اكثر وكل ما تكون مناعته اقوى وما راح يتمرض نهائيا، وحتى يكبر اسرع، يكبر اسرع يعني الدفع مالته راح يصير اسرع بأضعاف ما تعطي أكل. هو عادي تقدر تعطي مرتين باليوم، تقدر تعطي ثلاث مرات باليوم، لكن إيش راح تحصل؟ راح تحصل فرخ مسوف ضعيف، تغريدة تعبان، ريشة تعبان، شكله تعبان. بينما إذا انطيته أكل تروح وتجي تعطي، تروح وتجي تعطي زين، الطير هنا راح يكون عندك في الطير منفوخ قوي كلش ويكبر أسرع، حتى أنت راح تلاحظ هذا الشيء. يعني إذا أحد وياك مربي وياك راح يشوف إنه فرق سريع بالنمو مالتهم. فيديو اليوم انتهى، شكرا للمشاهدة، انتظرونا بفيديو جديد، تحياتنا لكم.